بعد الانتهاء من الناقورة نبدأ بالطريق المحاذي مع الحدود مع شمال فلسطين المحتلة في القطاع الغربي، وتبدأ تظهر لنا آثار المعارك، هذه المناطق المحروقة، هذه الطرق المحاذية للحدود. نخرج الآن من الناقورة لندخل إلى علم الشعب، وبعدها نبدأ بالقرى في القطاع الغربي، القرى الأمامية والتي تعتبر مناطق حارة، مناطق حامية، مناطق تتعرض للعديد من القصف الإسرائيلي يوميا، ومناطق اشتباك بين العدو الإسرائيلي وبين المقاومة الإسلامية في لبنان. هذه بلدة علم الشعب، طبعا البلدة المسيحية المتاخمة للحدود والتي تعاني من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تستهدف أطرافها والقرى المجاورة. بالطبع البلدة قليل ما تجد فيها تحركات للسكان الذين يقدمون التضحيات إلى جانب كل البلدات الأخرى على الشريط الحدودي والتي تضحي بهذه الحرب التي تشتعل منذ أكثر من 140 يوماً. دوريات الجيش اللبناني المستمرة على طول الحدود، هذا الجيش الذي يشارك في حماية لبنان ضمن معادلة الشعب والجيش والمقاومة. هذا موقع الظهيرة المشرف على بلدة الظهيرة اللبنانية. ندخل الآن إلى بلدة الظهيرة الحدودية. ندخل الآن إلى بلدة البستان. للحدود هي مواقع مشرفة وتقع في تلال مشرفة أكثر. علي مرتضى من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، الميادين.